تحالف الأحزاب المصرية اللي بيضم 42 حزب سياسي عامل مؤتمر كبير في قاعة الأزهر للمؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي زي ما احنا بنتابع دلوقتي على الشاشة. ده بالنسبة للمصريين في الداخل. نرجع بقى للمصريين في الخارج اللي هم قوتنا وظهرنا ودايما بيقول هم سفراءنا في الخارج وداعمين للدولة المصرية وموجودين بقوة، وطبعا مع إعطاء المصريين في الخارج حقهم في التصويت وفي المشاركة السياسية بقينا بنشوفهم حريصين على هذا الحق وإن هم يكونوا داعمين لبلدهم وموجودين في هذا المشهد بشكل مشرف.